En sortant de l'école, il y avait un monsieur devant moi. Il écrivait quelque chose dans la fenêtre. Et moi, je passais devant lui. Et je marchais. Et lui, il a continué à me suivre. Il est parti devant moi. Et après, quand il avait mis sa cagoule. Après, quand il s'est retourné, il m'avait pris. Il m'avait jeté par terre. Il avait mis un mot derrière mon dos et il a pris son couteau et il m'a tapé et il a essayé de me mettre, mais après moi je lui ai donné un coup de pied et après je suis partie jusqu'à la maison et j'avais pris mes clés. T'as vu son visage? Non, j'avais vu juste la barbe qu'il avait en dessous. Comment il était masqué? Il était masqué et... Il t'a frappé avec quelque chose ou t'as frappé avec la main? Il m'avait aussi donné un coup de pied. Il t'a frappé avec une barre, avec un couteau? Non. Hein? Il avait quoi comme arme? Comme arme, il avait juste un couteau et c'est tout. Il avait un couteau. Il t'a frappé avec le couteau? Il a essayé. Ah, d'accord. Pour dire à mes amis qu'ils ne doivent jamais faire confiance à quelqu'un d'inconnu, à part s'il le connaît, c'est le copain de son papa ou quoi. Et j'espère que ça va pas arriver à eux ou à quelqu'un d'autre. كنت كنتمنى على جوج مستويات تكون المسألة هذه. يعني أنا كنربط جوج مستويات على أن المستوى ديال هاد الدولة اللي كنعيش فيها كمواطن بلجيكي، كنت كنتمنى يكون عندي الحقوق ديالي كأي مواطن بلجيكي، يعني في حالي، في حالي خلق هنايا، في حالي، في حالي الأصل ديالو بلجيكي، وأنا مواطن كذلك كنحترم هاد البلاد هادي وكنخدمها. كنتمنى يتعاملوا معايا، السلطة تتعامل معايا بنفس المعاملة اللي كتعامل مع آخرين. كنت كان هنا كنطرح تساؤل، واش انه هذه المساله هذيك كانت وقعت من شي واحد اخر اللي هو ربما ذو بشره بيضاء او لا ما عرف شي واحد اوروبي الاصل، كان ربما يتعاملوا معاه في نفس المعامله؟ ما كنظنش، حتى كنا كنسمعوا بانه اذا وقعت شي بلجيكي كانوا يحجوا جوج طموات البوليس وتجي هيئه ديال ديال الاختبار ويهزوا البصمات، ومساله كتعلق بالموت وكتعلق بالطفل الصغير عنده 8 سنين ونص اللي عمره في حياته ما كان كيشوف هذا الشيء، هذا كان كيسمع هذا الشيء في الافلام وفي القصص. وحنا بيدنا كعائله زعما اللي هي عائله متواضعه ما كناش كنعرفوا هذا الشيء، هذا زعما على وجه الواقع كنا كنسمعوا به كقصص وكخيال. دابا اللي كنت كنتمنى انه تكون يعني معامله اللي هي لائقه بينا، يعني يكون هذا الموضوع هذا متابع من طرف اهل الاختصاص اللي هما الشرطه. وكذلك كنت كنتمنى لو بلاد ديالي المغرب الممثلين ديالو يوصلوا لهم هذا الخبر هذا، وربما يكون شي ضغط او لا المهم شي عمل من عندهم هما اللي هو ربما يرفع لنا شويه ديال الضغط هذا اللي حنايا، وربما يتعاونوا معنا غير اقل يواسيونا او لا يشوفوا شي حل، ربما شي حل انه يكون ضغط على الشرطه هنايا ولا على باش انه يتعاملوا معامله اخرى. كاين بزاف حوايج خصك تعملوا وما تعملوش وما غيتعملوش، ولكن حنا ربما شي وقع لنا ما كنظنش كيف غيوصل هذا الشيء، هذا فين غيوصلنا. ولكن الناس اخرين اللي ماجين يعني يقدر يوقع شي اي واحد من بعد، كيفاش غيكون نفس التصرف عاود؟ وهذا الشيء يبقى دائما، يعني خص المسؤولين ديالنا حنا ديال بلاد ديالنا المغرب ياخذوا هذه الامور بعين الاعتبار ويشوفوا واش يقدروا يجيبوا لنا شي حل، يعني بالتنسيق مع الدوله البلجيكيه يكون ربما هناك شي حاجه اسمها تعامل بسرعه ديال الشرطه، تعامل بطريقه لائقه مع المغاربه اللي عايشين هنايا. حنا كذلك مغاربه كنبقاو يعني مغاربه، وكنتمنى هادشي اللي وقع لي. ربما انا سمعت قصه اخرى ديال الناس وقع لهم نفس الشيء هذا، وكنتمنى هادشي اللي وقع الناس صحابي والناس اللي المغاربه اللي كاين هنايا او الاجانب او الناس كاملين بصفه عامه، حتى البلجيكيين ياخذوا الحذر ديالهم وردوا بالهم لولادهم، لان هادشي هذا يقدر يتعاود ويتكرر، والله يستر يقدر يوصل حتى الله يلطف للموت
ومسألة من كتوصل الموت كتبقى مسألة، حتى لو وصلت الإعاقة مسألة كتبقى خطيرة جدا. وهناك بعض المرات كتكون ماشي إعاقة جسدية فقط، فكتكون حتى إعاقة ذهنية ولا عقلية. إن الإنسان ملي كيكون كيتصدم وكيطيح في الموقف بحال هذا، راه كيكونوا دي ديغا اللي هما خايبين، كيبقاو الأثر ديالهم سنين، ربما أعوام، ربما حتى آخر لحظة الإنسان ما كيقدرش يتفاداهم. وكنطلب من الله سبحانه وتعالى اللطف، والإنسان ياخذ الحذر ديالو، وإن ولا ولادكم ديوهم بيدكم، وحاول ما أمكن كيف تعملوا توصيهم باش ما يتلاقوا مع الناس أجانب، ما يهدروش معهم، ما يطلعوش معهم في الطوموبيلات، وما يسمعوش من أي واحد. وإذا وقعت شي حادثة في حال وقعت نهدي ولدي الولد ولادكم يتصرفوا كيف ما كتوصيهم أنتم، يهربون أقرب مكان ديال التجارة، محل تجاري، أو لا يدخلون شي مدرسة، أو لا يشوفوا شي بوليس يهربوا عنده، ولا كانت كوميسارية قريبة يدخلوا ليلة ويغوتوا، وما يكونوش يعني ما يتصرفوش في عفويه للمساله اللي تقدر تخرج لهم على الصحه ديالهم وعلى حياتهم. الله يلطف.